مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 386 مترجمة للعربية، وفضلا منكم لا تبخلوا علي بلايك للفيديو ومشاهدة الحلقة للنهاية. بينما كانت هيرا تطلب من أرهون السماح لها بالمرور، كان أرهون يهيم بالنظر إليها ويتخيلها عندما كانت معه في الماضي. وبعدها ذهبت هيرا واتصلوا بأرهون وخرج من القصر. كانت هيرا تفكر به، وأتت الخادمة السلطانة وقالت لها إلى أين، وأعطتها التعليمات. قالت لها أولا سوف تبدأي بغرفة العمل تنظفينها جيدا، وسوف أفحص ذلك بعد، إذا كان أي تقصير سوف تبدأين من جديد. ودخلت بعدها هيرا إلى المكتب وكانت تتخيل الماضي مع أرهون، وعادت للواقع وكانت تقول لا يوجد ماضي، الماضي فقط خطأ كبير. كان أرهون في هذه اللحظات يتحدث في الهاتف عن ملفات العمل وقال ماذا يعني نسيت ذلك. وعاد إلى المكتب ووجد هيرا هناك، كانوا ينظرون لبعضهم البعض، ثم قال لها أرهون ليهون الله عليك، وذهب. وبعدها اكتشف أنه لم يحضر الأوراق كاملة وعاد للمكتب. كانت هيرا في هذه اللحظات تنظف المكتب وأوقعت الخواتم التي كانت هناك محفوظة، كانت مذهولة متفاجئة منهم حتى هذا الوقت، وبدأت تتخيل ليلة زفافهم. ودخل أرهون بعد ذلك، قالت له لقد وقعت أثناء التنظيف، تفضل سيد أرهون. قال لها لا داعي لهذه القواعد وبمناداتي هكذا. قالت له أنت مديري وأنا أعمل لديكم، لذلك هذا الشيء مناسب. وكانت السلطانة تسترق السمع واقتربت وكانت تسترق السمع. وبعدها دخلت وقالت له على أن السائق قد أتى. وخرج أرهون في هذه الأثناء، كانت الطفلة صحراء تلاعب الذبذوب. وبعدها أتت هيرا وقالت لها هل انتهيت يا أمي؟ قالت لها لا لم أنتهي يا وحيدتي، ولكن أتيت لكي أتفقدك. كانت هيرا تشعر بالتعب ووجع في بطنها وسألتها صحراء ما بها. قالت لها يا حبيبتي لا شيء، سوف أعود للعمل. وقالت لها ولكن معدتك تؤلمك. قالت لها لابد لي أن أعود للعمل، وحينما أنتهي سوف أعود. وبعد ذلك أتت السلطانة سألتها عفيفة إذا أجهدتها، قالت لها نعم لقد أجهدتها وهي تعمل ولم أترك لها أي نفس حتى تتنفسه. وأخبرتها على أنها قامت بالتنظيف كل المنزل وهي الآن عند ابنتها حتى تتفقدها وسوف تعود. وأخبرتها بأنها تكلمت مع أرهون لكنها نادته بسيدها. قالت لها الآن غضبها من أرهون هو أملنا الوحيد. وبعدها كلفت السلطانة هيرا بأن تكمل عملها. وكان أرهون يفكر في الحديقة في كلام هيرا له أنه هو مديرها. وبعد ذلك رأى صحراء وقال لها عن ماذا تبحثين؟ قالت له أجمع نعناع. قال لها لماذا؟ قالت له لأجل أمي، معدتها تؤلمها، عندما تشربه سوف يخفف ألمها. سألها من علمك هذا؟ هل أمك؟ قالت له نعم، ثم ذهبت وكان ينظر إليها. في هذه الأثناء كانت هيرا تعود للعمل وكانت تنظف الأرضية، وأتت عفيفة إليها وقالت لها ما زال هناك اعمليه مرة أخرى. قالت لها لا تقلقي سوف أعمل بحق لقمتي. وسكبت لها السطل على الأرض. وأتى أرهون وكان يقول ماذا هناك، ماذا يحدث؟ ثم بعد ذلك سأل لماذا كان ذاك السطل هناك. ثم بعد ذلك كانت تقول من الآن فصاعدا سوف تنظفين الصالة في وقت مبكر. وبعدها أكملت هيرا عملها وكان أرهون يقول لها لماذا تفعلين هذا؟ قالت له لأني لا أريد منكم شفقة، الآن بعد إذنك لدي عمل. ودخل أرهون بعد ذلك يقول لعفيفة أنا أعلم أنك قبلت لأديتها فقط. قالت له بسببها لقد انحبست 6 سنوات، ولو لم تكن ضفنا ولو لم تجد الدليل لكنت سوف تبقى طوال حياتك داخل السجن. وقال لها هي ليس لديها ذنب، الآن هي عاملة هنا، هل سوف تدليها عندما تسقطي ذاك الدلو؟ أريد فقط أن يتم معاملتها بعدل، لا تجعليني أواجهك. ثم قالت بعد ذلك عفيفة لا زلت تحميها، هي كل همك.
وكانت أخت دفنة تخطط بأن تلتقي بعفيفة، وبعدها اتصلت بها من أجل أن يتحدثوا على الجمعية، وقالت لها حسنا مرحبا بكم. وبعدها نادت عفيفة السلطانة حتى تنادي لهيرة بأن تعود للعمل، وقالت لها تريد أن تطلب منها أشياء. ثم بعد ذلك كانت الطفلة وحدها وسقطت العلب، وكانت خائفة عندما أتت قالت لها لا تخافي سوف أعود وأرتبهم. وسألتها الطفلة هل تعبت يا أمي؟ قالت لها لا لم أتعب، وأعطتها أوراق النعناع لأجل معدتها، وقالت لها هرة أنا لا أتعب عندما أراك يا وحيدتي. وأخبرتها عندما تعود في المساء سوف تحضر الشاي بالأعشاب وسوف تكون بخير. وأقفلت عليها الباب وتركتها وحيدة وعادت إلى العمل. وكانت السلطانة تقول لهيرة أين كنت؟ قالت لها كنت أتفقد ابنتي. ثم قالت لها هيا اذهبي إلى السيدة عفيفة. وبعد ذلك قالت لها عفيفة اليوم لدينا ضيوف مهمين، وقالت لها هذه هي قائمة الطعام. أعطتها قائمة طويلة لأجل العمل عليها. وبعدها قالت لها السلطانة إذا انتهيت اذهبي إلى المطبخ. وأتى أرهون بعد ذلك وقال اليوم هي بحاجة لكي تكون هناك إجازة لها، أين هي تلك المرأة الخادمة الأخرى بهية؟ ثم قالت له لست بحاجة لحمايتك، وقالت سوف أرى ابنتي، وقالت لها لا تبقي كثيرا. وكان أرهون يستمع إلى كلام هرة، وذهبت إلى طفلتها حتى تنام. وبعدها عادت لأجل طبخ كل الأكلات التي كانت في القائمة. مر الوقت وانتهت هيرا من طبخ كل شيء، لكن كان مازال هناك أشياء كثيرة سوف تعدها. وكانت تتذكر طفلتها وحيدة. ودخل أرهون المطبخ، قالت له إذا كنت تريد شيئا. قال لها سوف أعمل القهوة كانت تريد صنعها له، لكنه قال لها أنا سوف أحضرها بنفسي. وكانوا يتذكرون بعضهم البعض الماضي الذي لن يمسح أبدا من تفكيرهم، وتذكروا عندما كانوا يشربون القهوة معا في المطبخ. وفي هذه الأثناء كانت عفيفة تسأل السلطانة عنها، قالت لها لقد انتهت العمل وهي الآن في المطبخ. وتفاجأت هرة من وجود أرهون بجانب الملحق وسألته ماذا تفعل هناك؟ قال لها هذا بيتي وهذه حديقتي أيضا، ولذلك أردت أن أشرب قهوتي أينما أريد غالبا. دخلت هيرا لكي تتفقد الطفلة ونظرت لأرهون وهو مرتاح يحتسي قهوته. وبعدها خرجت وعادت إلى القصر من أجل العمل. وجاء الصباح ودخلت عفيفة المطبخ حتى تتفقد كل شيء، كان كل شيء جاهز. وبعدها رن الجرس وطلبت منها أن تفتح الباب، وعندما فتحت هيرا الباب تفاجأت السيدة نور وقالت لهيرا لم ألتقي بك منذ مدة طويلة، كيف حالك؟ قالت لها أنا بخير، آمل أن تكوني أنت بخير. وطلبت من هيرة بأن تبدأ الخدمة عفيفة. وبعد ذلك جلس الجميع. وبعد ذلك كانت الطفلة قد وقعت على الأرض وكانت تنادي إلى أمها وكانت تبحث عنها، ودخلت القصر. ثم بعد ذلك تفاجأت عفيفة وكانت السيدة نور تسأل عن من هي الطفلة. وبعدها قالت ضفنا إنها ابنة هيرة. كانت عفيفة مصدومة ولا تريد تلك الطفلة في داخل القصر. وبعد ذلك كانت ضفنا تسأل عن الجرح. وبعدها كانت السلطانة تحاول أخذ الطفلة بالقوة، وأتت هيرة وقالت لها أبعدي يدك عنها ولا تلمسينها. كانت هيرة خائفة على صحراء وتسألها عن الجرح وكيف سقطت وهل تتألم. وبعدها أتت عفيفة وقالت لها اذهبي أنا سوف آتي فورا. وكانت عفيفة تحاول أن تصرخ على هيرة وقالت لها كيف تجرؤين؟ قالت لها كيف يمكنك أن تتصرفي نحو طفلة هكذا؟ إنه ظلم. كانت تريد صفعها، وأمسكت هيرة يدها وقالت لها أنا هنا مجرد خادمة ولن ترفعي يدك علي أبدا. وكان أرهون يتفاجأ من قوة هيرة. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. فضلا منكم لا تبخلوا علي بلايك للفيديو، وشكرا لكم.